الوالده نتاعو دكتور. والله شو باش نقول لك، التوحد مشكله والعائلات يتعبوا برشا خاطر معناتها البريزون شارج نتاع طفل مصاب بمرض التوحد صعيبه ويلزمها ملتي ديسيبلينير بلوري ولا ملتي ديسيبلينير، معناتها من اورتوفونيست من ريدوكاسيون بسيكوميتريس بسيكوموتريس فيزيك بيدوبسيكاتر ارغوثيرابي، معناتها باه. وفما نظره المجتمع خاطر سي ان اونفون ديفيرون مختلف على الصغار الاخرين في المكتب كيفاش تعاملوا معاه. والطفل متوحد على معناتها التوحد هذا يبدا قبل معناتها عمود 3 سنين راهو يبداوا لي سامبتوم. اي معناتها فما دي سيني كيك لي بارون ماذا بهم يعرفوهم، كي صغيرك ما يغزلكش في عيني، كي تكلموا تعيط له باسمه ما يجاوبكش، عنده معناتها تواصل صعيب شويه، روتار في النطق ولا في اللونجاج ولا بارفوا زاد يبدا يتكلم على بكري ياسر زاد اوسي، هذوما كلهم سا بو اتيري لاتونسيون. وماذا بيه معناتها الولي طول يمشي خاطر يمشي للطبيب. علاش؟ على خاطر على قد ما الدياغنوستيك بكري على قد ما البريزون شارج خير، وعنده دي شانس خاطر هو ما يبراش ديفينيتيفمون مي عنده دي شانس يتحسن ويتطور يتحسن يولي براتيكمون عادي. باهي دونك هو مشاكل في التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الشخص الاخر. دونك فوالا الاطفال المتوحدين موجودين، يا بليزيور معناتها اسباب لمرض التوحد. فما لو كوتي بيان سور الوراثي جينيتيك موجود، اي فما اسباب وراثيه، وفما زاد من لونفيرونمون. مثلا تلقى نساء مثلا اللي عندهم مرض الصرع واللي ياخذوا تريتمون ديباكين فالبرود دو صوديوم اكزاكتومون ديباكين، الدواء ينجم زاد ياثر. فما كيلكو تيوري يقولوا دي فيروس كي سون امبليكي زاد مرض التوحد. فما بليزيور راهو مازال مش مفهوم بالكدا، مي كونترارمون راهو مش جديد مرض التوحد، راهو تم اكتشافه بسيكياتر عام 43 يظلوا العام 42، معناتها كمان من قبل ما توفى الحرب العالميه الثانيه، معناتها مرض التوحد موجود وفما عباد كي لون ديكري. يقعد التريتمون ما فماش ان تريتمون ميديكامونتو، ما فماش دويات توا، سي معناتها التريتمون بازي على الكومبورتمون وعلى الانفيرونمون والتحسين، معناتها يعلموا الصغير باش يعيش مع المرض نتاعو. فهمت؟ وكما قلنا على قد ما يبدا الدياغنوستيك بكري يثبتوا لي بارون قبل 3 سنين يبداوا لي سامبتوم تاع التوحد، يثبتوا اذا كان يرى صغير الانتراكسيون تاعو مع الانفيرونمون تاعو ماهيش كوريكت، ما يغزوش كما قلنا، ما يغزوش ما يجاوبش، ماذا به يعدي باش تصير اون بريزون شارج كونفونابل. واضح. فاصل وراجعين توت سويت. تبع اخر الاخبار السياسيه في هنا تونس، وما يفوتك شيء فيه منك نسمع. اسمع الغرايب والعجايب واقوى الحكايات في بولا الريف. لاكتواليتي، اخر المستجدات الفنيه والثقافيه مع فان تايم وسام فايبس. صبحيتك احلى مع ناس الديوان. وصبحيتكم احلى مع ناس الديوان. معز عز الناس مهدي 15 سنه متوحد، كتابه الاول بصمه حياتي يحكي فيها على قصته مع التوحد. الكتاب اليوم منشور ويتباع في تونس وفي العالم العربي. مهدي وكما قال اخويا سليم قال اللي هم عندهم مشكله في التواصل مع المحيط نتاعهم والتواصل مع الاشخاص. مهدي نجح باش يتواصل مع العالم الكل بكتابته، معناها ولا ان كاديتود واحد. تخيل معناها واحد عنده التوحد ويكتب في قصته مع التوحد، اللي هذا يظهر لي بحاجه ما نعرفوهاش ولا ما شفناهاش قبل. معناها لهنا بالنسبه لي انا هذايا يكون مرجع للطب وللناس الكل. ولهنا من الاشكاليات اللي عندنا مع مرض التوحد سماح اللي هو في تونس ما عندناش مراكز اللي تتعامل مع الاطفال هذيا، وحتى المراكز شفنا فيهم عديد التجاوزات، وحتى يجيبوا حد اللي هو ما عنده حتى اختصاص يجيبوا للطفل تاع التوحد يقول له شده الهيبيه. ولهنا مع الاسف اللي تو في تونس مش قاعدين ناخذوا الامور هذيا، وخلينا نقول له ولات التعامل مع هذا حكر على الوضعيه الاجتماعيه
تاع العائلة إذا عندهم فلوس نجموا يتبعوه ويجيبوا لي سبيسياليست القريوه واللي حتى والكل يصرفوا عليه كل شيء. أما أنا نحكي على اللي عندهم مرض التوحد وما عندهمش الإمكانيات، احنا ايش قاعدين نعملوا معاه؟ حتى شيء. هدى، مرض التوحد هذا مرض معناها منتشر توا في المجتمع نتاعنا وتقريبا في المجتمعات الكل. المرض هذا ما عندوش الدواء كما قال سليم، اما معناها المفارقه انه الدواء نتاعو عند العائله، عند المجتمع، عند المدرسه، في التعامل، كيفيه التعامل مع المريض هذا. وفي مجتمع كما مجتمع نتاعنا فيه التنمر، فيه الاهتمام بالمريض هذايا بالسلب وبالايجاب، معناها حتى كي نحبوه بزايد المريض هذا ونهتموا به ونحطوه معناها نعملوا عليه بروجيكسيون نتعبوه، معناها المريض هذا لازم التعامل معاه معناها فما تبني اما تعامل طبيعي، اهتمام طبيعي. والمريض هذا في المدرسة ما يلقاش روحه، في الشارع ما يلقاش روحه، في البلايس كل ما يلقاش روحه. وذاك علاش تولي العائلة هي النواة الأولى اللي يتوجد فيها المريض هذا، هي اللي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، لأني تاخذه من الأول معناها تتبناه من الأول وتتعامل معاه أنه هو حالة خاصة وإلا مختلف على الصغار الاخرين، وبعد هي تخرج معاه للمجتمع، تمشي معاه للمدرسه، تمشي معاه للبلايص الكل باش تحاول تحطه في معناها محضنة ولا وسط ينجم يستوعب هذيك الخصوصيه نتاعو. ومهدي بالنسبه لي انا وفما برشا معناها حتى فما نوابغ معناها موجودين كما بيل جيتس، كما معناها برشا موجودين متوحدين وعملوا حاجات معناها ذكرها التاريخ وعملوا دي سكسي، ومعناها هذا يدل على انه المرض هذا نجمو احنا كي نحيطوا به نجمو على الاقل اذا كان ما يطلعش متميز يولي انسان العادي والا قريب العادي. معز مامو مراد، هو كي نشوف العنوان نتاع الكتاب اللي هو بصمه حياتي ونشوف السن معناها نتاع ريان، تقول 13 14 وبارميا 15 سنه، فكر 15 سنه هذوك كيفاش حب يوظفهم معناها في اطار معناها التعامل مع البيئه الاولى والبيئه الثانيه والبيئه الثالثه. يمكن انا باش نحكي بتاتر من تجربه معناها مع عند عبد غريب لي واللي هو يمكن يشبه شويه للاطار نتاع مرض التوحد. دبر ساعة الوالدين يمكن أرشدوا 3 ولا 4 سنين إذا كان هو ما عندوش معناها الفكرة على الموضوع ذاك ما نجمش يعمل الدياغنوستيك. دونك ديكو وقتاش تنجم تفيق به؟ تفيق به يا إما في المحضنة وإلا تفيق فيه في المدرسة. كيفاش تفيق فيه؟ تفيق به في المدرسة وقت اللي يقع معناها التلاقح ولا يقع التعامل مع تلامذة آخرين، هو باش تلقاه وحده أن بو إيزولي. دونك الإطار الساعة التربوي من الأول ما ينجم يكون ما عندوش الفكرة، ولا يقول لك الوليد هذا يشبيه، ولا يعيط للوالدين نتاعو يقول له راه ولدك مش قاعد يقرأ والا راه ولدك مش قاعد يتبع ولا كذا، الى وكومونس لا غارير نتاع 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 العائله، خاطر العائله ما تعرفش معناها بسيكو موتريسيتي، ما تعرفش معناها ايرغو، ما تعرفش معناها بريزون شارج معناها ميديكال من عند الاطار التربوي، واللي هو زاد كالكو بار باش يحطوا على السكه مع القرايه نتاعو. علاش قلت لك انا سماح نحكي من تجربه؟ لان التجربه هذه نتاع العائله بدات يمكن نتاع وليد عمره 4 سنين ليوصل لعمره 14 سنه، وال 14 سنه هذوك فروف قداش فيهم فلوس تصرفت، وحنا جبدنا داير على العائله الميسوره اللي هي عندها معناها لي مويان باش تنجم تحيط بولدها وتحطه في الثنيه الصحيحه، ولكن فما عديد العائلات الاخرى اللي مالوروزمون ما عندهمش الامكانيات ويبداو ضايعين في وسط السيركوي هذايا، منين باش ينجموا يبداو؟ يمكن ملاحظه اخرى زاد نجم نقولها، فما زاد كالكو بار الاطار التربوي اللي في بعض المؤسسات التربويه ما فماش اطار تربوي اديكوا اللي هو معناها ينجم ياخذ اون شارج التلامذه هذوما. ولهنا دعوه معناها يمكن جدوها وزاره التربيه حتى خاطر نشوفوا العدد نتاعهم قاعد يتكثر معناها في المؤسسات التربويه وما همش ماخذينهم معناها بعين الاعتبار، خاطر يظنوهم هما تلامذه كيف ما تلامذه الاخرين، فبالتالي هما يستحقوا معناها احاطه، يستحقوا كل وقت الزايد، يستحقوا بر معناها في وقت من الاوقات اللي المعلم بيده هو يعطيهم لو كود بوس، يقرا لهم، يفسر لهم التعليم، يفسر لهم كذا. هذا هو معناها العائله اللي مرت به وما زالت قاعده تتعدى به، لانه الطفل هذايا مثلا عمره 14 ولا 15 سنه نعرفه في وقت من الاوقات اللي حتى معناها الدكتور حسني نجم ياكد لي كلامي والا ينفيه، اللي راه المرض هذايا راه ينجم وحده هو يختفي معناها بحكم العمر، بحكم الممارسه، بحكم زاد كذلك التريتمون اللي هو خذاه ديورون 4 ولا 5 ولا 10 سنين، وقتها معناها باش يولي ياخذ
الثنية نتاعو. هذا علاش قلنا الوالدين الساعة معناها في مرحلة أولى اللي هما إيزون غاليري باش يوصلوا وليداتهم المرحلة معينة. واضح. هو كما قال السيد العميد راه ديما فما لو بتي جيني في وسط المتوحد. موزار كان متوحد راه عنده طيف التوحد. المخترع نيكولا تسلا اللي لليوم ما همش فاهمين الاختراعات نتاعو، حتى حد ما نجم يتفوق على نيكولا تسلا، راهو كان متوحد. كانو ريفز كان تعرفوا الفيلم الشهير ماتريكس، راهو كان عنده طيف التوحد، معناها فما علماء كبار وموسيقيين ومثقفين كبار كان عندهم طيف التوحد، ومن التوحد هذاك ولاو ناس مش كيما الناس، اما خير من برشا ناس اخرين. واليوم الكل متوحد، الكل طفل ولا شاب ولا امراه راجل، كل عائله عندها طيف التوحد قاعده تحاول تغلبه ولا غلبته. نقول لهم شكرا انتوما عز الناس. عز الناس عز الناس. يا سيدي نمشيو توت سويت للكويز.